السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا فيديو للناس اللي سألتني كيفاش يبيعوا في كعك الورقة والبقلاوة ب 25 دينار ومن عشرين وحتى ب 15 دينار يبيعها هو يبعاتي. باش نوريكم بعض أساليب الغش، وهذا الكل راهو عائد للمواطن اللي يحب ببلاش ببلاش بتبيع، فهمتني، باش يلقاو لك طرق راه مادامك تحب ببلاش وبرخيص. وهاتيك بركة، فهمتني، كلمة نحبهم شخش خو نحب مولان، وانت عارف انت الاسواق نتاع السلعه قداش. باش نوريكم فهمتي كيفاش بعض الحاجات المغشوشه وشوفوا كيفاش تفرقوا بيناتهم. هذه لوز مخلط بالبسكوي، الديشين تاع البسكوي. هذا بسكوي، هذا فول مصري، هذا كاكاوي. بالنسبه للكاكاوي تتنفخ في الماء قبل بالنهار ويحطوا عليها لاروم، هذوما كلهم يزيدوهم لاروم، اروم نتاع اللوز. هذايا جلبانة مخلطة بالبيستاش، هذه جلبانة، وهذا بسكوي، بسكوي ملون، وهذا بسكوي مخلط بالبيستاش، وهذا بيستاش. تبيعها فهمتني انت باش تاخذ فهمتني جلبانة، راه شوف سومها فهمتني، شوف سوم في البيستاش اللي هو 90 دينار، وشوف سوم الجلبانة. تاخذ كما نقولوا اللي ياخذوا هما يعملوه، باش ما تظهرش برشا هكا الجلبانة، هكا فيها البيستاش. انت ما تراش الجلبانة، ترى كان بيستاش. وهذه جلبانة بركة فيها شوية، لا هذه بسكوي، وهذه بسكوي وبيستاش، وهذه بيستاش. ما هذه بيستاش ماهوش حلبي، هذا فارسي، يعني هذا لونه أصفر. في الغالب الناس تحب فهمتي بيستاش الحلبي اللي هو لونه أخضر كما نحكي في الألوان هذه. كما شفتوا هذوما فهمتي المواد اللي خلطوهم، فهمتني، يعمل لك بيستاش زعما زعما بيستاش، وهو هاك شفتوا جلبانه مخلطه بالبيستاش. بسكوي ديشيت نتاع البسكوي والسابلي وحتى كل شيء، ويتلون ويتخلط بالبيستاش. دونك الكيلو بيستاش ب 90 هو يعمل لك رطل بار اكزومبل، هو مثلا يعمل لك رطل بيستاش ورطل بسكوي مخلط، ولا رطل جلبانه ورطل بيستاش. فلذا يولي البيستاش المغشوش عنده متكلف كما نقولوا نحن ب 40 دينار، ما عادش ب 90 دينار. اللوز كيف كيف، يعمل لك لوز مثلا لوز اون بودر يخلط بالفول المصري. انا مش باش نحكي على البروسيدور كيفاش تتقد واحد كل شيء، خاطر فما ناس اكيد فهمتني يتفرجوا باش يستغلوا باش يعملوا، فما ناس تعرف اكيد، فما ناس تلوج على كيفاش وتبحث باش تلوج على كيفاش باش تغش. المهم كما قلت لكم هذا الكل راهو زاد حتى مش الغشاش وحده، راهو فهمتني فما شكون يشجع المواطن يحب فهمتني كي تمشي له كي يمشي باش يشري يلقاها باريكزومبل كيلو البقلاوه يلقاها مش عارف قداش توا 60 ولا حاجه، ياسر غالي، هاكا فلان يبيع فيها ب 35، بالطبيعه يبيع فيها 35، يعني حتى اللوجيك حتى المنطق تقول فهمتني شنو هي فيها، ومواد سائل انت كيفاش يبيع فيها ب 35. وكما قلت لكم هي كاكاوية فهمتني مبيتة في الماء وبعد ما تتشيح في أقل من 100 درجة، وعليها فهمتني لاروم أموند أمير، والبيستاش عليها فهمتني شوية بات بيستاش، وأنت ماشي وهكاك شوية بسكوي فهمتني، ولا شوية كاكاوية، ولا شوية اللي هو، وسميها هذيك بالبيستاش وهذيك نتاع شنيا. فلذا معقول جدا انه يبيع لك كعك الورقه ب 25 ولا ب 20 دينار، ويبيع لك البقلاوه فهمتي ب 30 دينار ولا 35 ولا مناش قداش ولا حتى اقل. والمواطن لا يهمه في صحته ولا شيء، المهم فهمتني المهم ياكل، المهم فهمتني يموت على الماكله فهمتني، مرقي شحناق يموت فهمتني على الماكله وبالرخيص ما يهموش، ان شاء الله يجور سيمان فهمتني واعطيه بركه يشبع هو وشيخ. وفما من الطرائف انا شفتهم في حياتي برشا حوايج فهمتني، برشا عندي تصاور ديجا فهمتني نتاع ديجا فهمتني، عندي برشا تصاور حتى على خدم، منهم الكرواسون زامونت. الكرواسون زامونت اغلب المحلات الروتور نتاع الكرواسون اللي يقعد له فهمتني كرواسون يعجنه ويخلط بالاموند وبالريحه نتاع الواحد، ويخلط بالاموند والاروما موندامير. منهم طرفة يحكي لي فيها واحد كرواسون تي نعرفه، قال لي الراجل كل يوم نحن نعملو كيك هذاك هو، يعني نخلطو فهمتي شوية ديشيه تاع الكرواسون الراجع ومع اللوز. قال لك النهار فهمتي ما عندناش ديشيات وحد كل شيء، عملنا باللوز يا اخي الكليون شراها لنا،
قلنا كل يوم نشري وغشيتوني المرة هذه عملته مغشوش. يعني سبحان الله ساعات نقول يستاهل والله فهمتني، سامحوني بركة في الكلمة، أما ساعات نقول فهمتني الناس تستاهل فهمتني، على خطر اللي يعمل لهم حاجة بقلب ورب ونظافة يخونوه، واللي يغش فيهم يعيشوا طول حياتهم ياخذوا من عنده 20 سنة وهو يشري من عنده ولا قداش، ويبدأ يتبنى ويقول بنة على بنة، المهم رخيصة، المهم البنة تتوافق مع الرخص، وحتى باش يتسائل في نفسه ما يحبش يتسائل فهمتني، المهم بنينة ورخيصة وكهو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.